وسعي أن أعيد الهاربين. إذن إلى الحبشة. هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله. رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟ هذا صحيح، لا بد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟ ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة. جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا. أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء. لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات. المحصنات، وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة؟ أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد مثل باقي البشر. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ اقترب، هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط يا عمرو. والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة. شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة. نعم نعم نعم. من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟ أجل، لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. Thank you.
ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن. هشام، زهير، ما معنى هذا؟ نريد تمزيق هذه الصحيفة. هذا العار، أنزلوا هذه الصحيفة. لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم. لا بقى.